موقع جي بورد غير انه سريع ويوصل لك الكوينز بكل سرعة، صار يبيع حسابات كوينز جاهزة. رابط الموقع كود الخصم في الديسكريبشن. السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة تفتيح باكجات ومغتر لان اول يوم عيد، ولو فسخت الغترة اتوقع واضح من قحفية شو يصير. المهم يا جماعة ما بطول زيادة لان اتوقع منزلين باكجات 100,000. لا لازم ارجع اتوقع، وعندي باكجات اللي مضمون تحصل لاعب ازرق، بس بنبتدي بال 100,000. بفتح واحدة بس، باكج واحد، مو بوك اوت ولا شرارة عودة مرة. هل هاي معناته ان الحظ بيكون خايس ولا زين؟ يا جماعة بفتح بعد باكج 100,000، واي ووك اوت ازرق او اي لاعب ازرق حاليا بنحصل من هالباكجات بيكون خرافي. بسم الله. لا مو ووك اوت، شرارة يعني 84 85 84، بس كرانا. إزين بما أن الحظ سيء في ذلك الباكجات فبافتح ذلين، هيا ضمنون لي لاعب أزرق. فحاليا عندي 10 باكجات وأتوقع بفتح زيادة بعد ما نخلص منهم. كلفوني تقريبا بين 600-700-800,000، فإن شاء الله يسوون، نبتدي بأول واحد مو بوك أوت. الظاهر حظي بيكون سيء. يلا بحطهم كاملين في النادي، بستعملهم مرة ثانية حق التحديات. خلنا نشوف، نفتح ذي. مو بوك اوت. حرام عليكم، كل باكج تقريبا يكلف 70-80,000، يعني 85. لهالدرجة حظي سيء يا جماعة؟ عيد ضبطون شيء كذي. ووك اوت، الحمد لله ووك اوت. بس في وايد ووك اوت واغلبهم سيئين للأمانة، اغلبهم سيئين. هلا ارجنتيني، لا لوكاس بيليا. والله تشوف العلم الارجنتيني، انا طبعا قلت مستحيل، بس ما تصير. ديبالا على الاقل عطونا اللاعبين كذي، يعني لوكاس بيليا 88، يلا على الاقل ووك اوت اهون من ولا شيء. الحظ بدي يتحسن. يا رب نحصل لاعبين افضل. اتوقع يجيب بين ال 100 وشيء، ما جربت سعره مره. ليش مستعين؟ مو ووك اوت يا ربي. سيدي سنسون مارشال اسمه، طاقاته جميلة كلها فوق 80، يمكن يجيب سعر مو متأكد. بس اتذكر من قبل شريته ب 80,000، فما اعرف حاليا اذا يجيب سعر او لا. 53,000، اوكي اهون من ازرق عادي يجيب 30,000، بس لحن شي سيء. اتوقع بروح اسوي التكتيك وبرجع. نرجع للتمتيم وان شاء الله يضبطوننا على خفيف اي لان الصراحه الباكجات لحد الحين لا ما تسوى. يعني تخيلوا كل باكج دافع فيه تقريبا 70-80,000، لحد الحين ما يسوون. بسم الله، يا رب. بفتح هذه ثاني واحد. مو ووك اوت. مين؟ ليش كلهم الدور المكسيكي الدور الارجنتيني؟ شو اسوي فيكم؟ يلا يا بحركات العيد اللي تعطيني العيديه بالخشل. يلا انا ما بشوف، عطني العيديه. شنو حصلت؟ اعلام، يا رب اعلام. اوكي حلو، اعلام بس بدون علم. مين ممكن يكون؟ سوبر ست. لا ما بحراس. حراس مع انه ريتنج مرتفع، مع انه هذي، بس ما يبغى السعر. يعني شكرا لكم اعلام، بس ابي عيدية اعلى. يعني ضبطنا بالعيدية، كبرنا خلاص على العياج الصغيرة. 70,000-60,000، ما يبقى اكثر. بعد مرة ايه خلاص كبرنا، نبي شوي عيادي اكبر بدون ما تشوف. يا رب. لا، هاي اللعب اتوقع استعملتها 3-4 مرات في التحديات، ما يجيب شيء. سعره 30,000 او اقل بعد. يعني باقي 3 باكجات، بفتح اللي في الناس. ووك اوت. الحمد لله. يلا، واللي يخليكم لاعب عدل. برتغالي مستحيل. معروفه، مستحيل. رونالدو ما بشتط حتى، مستحيل. مع ان طاقاته زينة، بس لو تفكرون فيها اغلب لاعبين تشكيلة الموسم 61,000 56,000 حتى، اغلب لاعبين تشكيلة الموسم مبالغين في طاقاتهم الصراحة. يعني وايد لاعبين ما يستحقون هاي الطاقات. اوكي مو ووك اوت. ما عطيت انه ولا لاعب حاليا عشان نضبط في الحلقة. اتوقع ذي بعد ريتنج قليل. 85 ازرق. ليش هاي الباكج؟ عارف. يلا مو ووك اوت.
تبا لكم يا اي اي. خاربة خاربة. يلا بعد باكج 100,000 شوران حظ خايس برتقالي. اوه والله عبالي فيدال. فيدال حاليا نازل بطاقة برتقالية وخرافية، بطاقة خرافية بمعنى الكلمة. جوريتسكا كل طاقته فوق 80 بس ما اتوقع يجيب سعر بما ان الكل قاعد يفتح باكجات جيرو. ما في حل، ما في حل. اتوقع بروح اسوي التحدي على سريع، خلنا نشوف. ما يجيب شيء. زين، فسويت التحدي بعد 5 مرات وسويته مرتين اتوقع غير قابل للمقايضة، ما اقدر ابيعه، عشان نشوف هل الحظ افضل في هاي الباكجات اللي ما اقدر ابيعهم ولا لا. بس اتوقع شيء ثاني، يمكن اي اي مو عاجبهم ستايل مثلا المرتب او هذه، خلنا نحولها ستايل درباوي. ستايل الخيمة اخوي. لا لا درباوي اتوقع بدون عقال. لا ما اتوقع هاي درباوي، خلنا نجرب كذي. خلنا نتوقع درباوي. يلا نبتدي بواحد انتريدبل، خلنا نشوف. بوكو معلش معلش، يمكن مو عاجبهم ستايل درباوي او لحن ما استوعبوه. يلا مو مشكلة مو مشكلة، ما اعرف شنو اسمك حتى، ما ابغى اشوف اسمك تريرا، ما ابغى اشوف اسمك الا بعده الا بعده. انا بروح اقدم ووك اوت. حلو حلو حلو. ايه توقعت شفت علم ايطالي، توقعت شفت علم ايطالي. بسم الله بسم الله يا رب. كليني كليني كليني. والله انهم جحفلوني جحفلوني. شفت سي في قلت كليني 96 من افضل المدافعين في اللعبة، عنده 99 دفوع 98 فيزيكال. حرام عليكم والله حرام عليكم. ما اتوقع يجيب سعر، حتى ما اتوقع يجيب سعر. بروح اللي في النص اللي في النص اللي في النص. مو بوك اوت. يا ربي يا ربي. اي اي خلونا نتفاهم بالطيب، ما له داعي حركات تانية. ووك اوت الحمد لله. يا رب تكون نهاية حلقة ختامية. بسم الله بسم الله بسم الله. ايطالي ايطالي ايطالي، واللي يخليكم لا تعطون نفس اللاعب. مو بلي، ما اقدر اقول لا، ما اقدر اقول ايه، لان اوكي طاقته رهيبة بس انا ما احبه، ما احب هاللاعب مرة. ليش ما احبه؟ وما اتوقع يجيب سعر. اذا يجيب فوق 200,000 انا راضي. ما ينباع. لا لا لا، اللاعب الوحيد اللي زين يبتوه ما كان ينباع هو ايموبلي. حرام عليكم حرام عليكم يا ناس. يلا بنضطر نجرب، اتوقع ممكن اسوي عنه حلقة اذا تبون. خلنا نشوف طاقات. هاي المشكلة، ثلاث نجوم ثلاث نجوم، ما احب لاعبين ثلاث نجوم او اي ثلاث نجوم في الهجوم. بس اتوقع الحظ كان افضل في باكجات اللي ما ينباع. هل في لهم باكجات 100,000؟ يلا خاربة خاربة، افتح 100,000 ووك اوت. يا رب ازرق يا رب ازرق يا رب ازرق. الحمد لله، يعني لاعب ممتاز. لاعبين موجودين يا بوفون يا كليني. يا رب كليني كليني كليني. اخيرا اخيرا بعد ما جحفلوني بساحة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كليني كليني كليني. اخ يا رب الحمد لله. برتوخم ما مو ياهم. اوكي ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة. كليني ابو كلي. بس والله قبل كم يوم هلا كانت 600,000 سعرة. قبل كم يوم كان 600,000. لا يلا معلش كليني راضين عن كليني، ما نقول له لا ما نقول له. اهلا اهلا يا كليني. يلا سوي التحدي بعد مرة. طماع، اعرف اني طماع بس شوف الطمع لوين يوصل له. خلاص يا جماعة، اخر باكجين اذا ما حصل فيهم شيء عدل بفتح اخر باكج، لان بستعمل اللاعبين اللي فيهم وخلاص خلاص خلاص. ووك اوت الحمد لله الحمد لله. يا رب شيء عدل يا رب شيء عدل يا رب شيء عدل. خلينا نشوف الاعلام. ارجنتيني مو بميسي مو بميسي مو بميسي. سترايكر على الاقل ديبالا، على الاقل هيغوين. مين انت بنديتو؟ قسم بالله يجحفلونك بشكل مو طبيعي. عارف ان هاي موكبت عارف ان هاي موكبت. شكلنا بنسوي التحدي بعد مرة. يلا 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 اللي بعده اللي بعده. بنسوي التحدي واخر مرة. خلاص خلاص يا جماعة، هاي اخر مرة اسوي التحدي. ادري مليون مرة قلت هاي الشيء وشعري حاليا طاير مو راضي ينزل، بس اخر مرة. صادني مثل ادمان
الا الا بعد تحدي بعد تحدي بعد تحدي ما ما قاعد احصل شيء زين منهم. مشكله ووك اوت. مين انت؟ الحمد لله كليني حصل له كم لاعب زين بعد وايد واللاعبين ووك اوت والزرق، بس ما حصل له لاعب اللي قيمته واو هلون يعني، بس الحمد لله الحمد لله على كل حال. المهم اتمنى عجبكم المقطع لانه تقريبا كلفني 1,000,000 كوينز اذا مو اكثر، فاتمنى عجبكم. اذا حابين تشوفون مقطع عن اي لاعب من اللي حصل لهم كتبوا لي في الكومنتات، ممكن اسوي تشكيله ميكس بين كم لاعب كتبوا لي في الكومنتات. واذا عجبكم المقطع وتبون اكثر منه لا تنسون زر اللايك السبسكرايب ونشوفكم في حلقة ثانية.